ألو أنا مركز تنهيد الأطفال من مزعلكم مزعلنا علي لا عندكم ولد صغير ما راضي يسمع الكلام أيوة علي لا علي ساكت وش اسمه علي لا لو ما سمع الكلام بنجي ناخذ المركز هتسمع الكلام يا علي خلاص علي يسكت ولا نجي لا خلاص هيسكت مش انا ده تايم ما راح يجي تايم سمع الكلام وانا لا طيب هو ينام بدري ولا لا بينام بدري ايوه انت بتنام بدري يا تايم الظاهر احنا بنجينا بتنام بدري انا بنام بدري يا عمليات جهزوا السيارة وين ساكنين ساكنين فين في البيت لا احنا جايين لو عقل عنا اللي فيه احنا جايين تعال ها عقل ولا لا خلاص خلاص هو سكتوا مش هيعملوا حكيم ولا علي ولا حذيفة محدش هيمشي قوي تاني خلاص ما راح يجيش والمرة هذه خلاص ماشي المرة دي ما تجيش بس لو رجع يزعجكم وما يسمع الكلام اتصلوا عليه هنتصل المرة الجاية لو عمل ازعاج هما الثلاثة ماشي